وفي ذات السياق يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الدكتور نبيل العسومي رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية. مساء الخير دكتور نبيل، وأهلا بك معنا في نشرة الأخبار. نتحدث عن أهمية الزيارة الرسمية لجلالة الملك المعظم إلى روسيا في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة. تكتسب زيارة جلالة الملك المعظم أيده الله إلى روسيا الاتحادية أهمية خاصة، لأنها تأتي في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا المختلفة الإقليمية والدولية في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تشهدها الساحة الدولية، والتي تتطلب المزيد من اللقاءات والمشاورات التي تعكس حرص جلالة الملك المعظم على التواصل مع خالق العالم لإيصال وجهة نظر البحرينية. وهذه الزيارة هي استكمال للزيارات السابقة التي قام بها جلالة الملك المعظم لروسيا الاتحادية، والتي بدأها منذ عام 2008. ومنذ ذلك الحين تتواصل اللقاءات البحرينية الروسية على مختلف المستويات، وتتواصل تنسيق المواقف والمشاركات واللقاءات الدولية. ولا شك أن هذه الزيارة سوف تعطي دفعة قوية للعلاقات البحرينية الروسية نحو الأمام